المشاهد الكريم، كل عام وأنتم بخير. تحية قضارفية وعيدية قضارفية. القضارف ورغم أنها تقع شرق السودان إلا أنها تعتبر من الولايات الوسطية، حيث أن ثقافة الوسط هي المسيطرة على غالب سكان أهل القضارف، التي لم تعرف أغنية محددة ولا لونية شعرية محددة ولا انتماء لإثنية واحدة. القضارف عبارة عن خليط، وهذا الخليط عاش في تناغم، في تمازج، كان مثال حي للنسيج الاجتماعي المترابط. أغنية الحقيبة كأغنية وسط في السودان عبرت عن أهل القضارف وعن فن القضارف، فلا يعرف عن القضارف طوال تاريخها أغنية محددة. لغرب السودان أغاني محددة، لشمال السودان أغاني تعبر عنه، ولكن القضارف لم تعبر عنها إلا أغنية الحقيبة. في هذا التطواف، في هذا العيد السعيد، نطوف على أغنية الحقيبة كأغنية معبرة عن القضارف وإنسان القضارف. وأسعد جدا أن يكون ضيوفا علي في هذه الحلقة الإخوة خضر محمد جابر، الباحث في هذا المجال، في مجال الحقيبة، وكذلك ضيفي الأخ عبد العاطي بشير خلف الله، وهو أيضا من الباحثين في هذا المجال، وأحمد محمد نور رحمة، أو أحمد أنقى كما يحلو لأهل القضارف، وهو أيضا من الباحثين في مجال الحقيبة. وأول ما نبدأ أحمد، عن أن لكل شيء وسيلة للانتشار، وأغنية الحقيبة هي الأغنية التي عبرت عن الفن القضارف في زمان خلا وزمان ماضي، وارتبطت في ذلك بعدد من الفنانين والمغنين والمؤدين. نتناول في البداية أغنية الحقيبة كمعبر عن فن القضارف وعن إحساس أهل القضارف. السادة المشاهدين، كل عام وانتم بخير بمناسبة العيد السعيد. ونتكلم عن حقيبة الفن، إنها كانت أغنية القضارف الأولى، والعلاقات التجارية والروحية والاجتماعية بين القضارف وأم درمان أدى إلى انتشار الأغنية من أم درمان التي بدأت في 1919، ثم انتشار الفونوغراف في المغاهي في القضارف ساعد على ذلك، ثم ساعد أكثر ظهور إذاعة هنا أم درمان في أبريل 1940، مما أدى إلى غناء محمد أحمد سرور وصاحبه في القضارف في 1943 في زواج الراحل مصطفى محمد نور رحمه. برضو أحمد، أعتقد أنه واحد من وسائل الانتشار السكة حديد، يعني السكة حديد في السودان قديما كانت وسيلة التنقل والترحال الأولى. وأعتقد أنه في واحدة من الزيارات لمحمد أحمد سرور، وأعتقد أن الموضوع ده كان مرتبط بالحرب العالمية الثانية، كان في واحدة من الزيارات دي لعبد العاطي، بأنه قابل واحد من الفنانين الحقيبة اللي أصبحوا فيما بعد من الفنانين المشهورين. فدي واحدة من الوسائل، أعتقد أنه السكة حديث ساعدت في انتشار أغنية الحقيبة ووصولها للقضارف. نعم، السكة حديد أسهمت إسهام كبير وواسع جدا في ربط العاصمة، كانت أم درمان وهي عاصمة الإشعاع الفني في ذلك الزمان، وربطتها بكثير من الحواضر السودانية، من ضمن هذه الحواضر مدينة القضارف. وفي قصة يروى أنه الحاج محمد أحمد سرور 1938-1939 نهاية الحرب العالمية الثانية، في رحلته إلى تسني أريتريا، مر في محطة السكة حديد، وفي البوفيه بتاع المحطة في ولد عامل صغير في بوفيه المحطة، وجماعة قالوا له الولد ده مغرم جدا يا الحاج محمد أحمد سرور بأغانيك وكثير ما يرددها، فدايرينك تسمع منه يغني لك واحدة من روايعك. وبالفعل الصبي البوفيه بدأ يغني للحاج محمد أحمد سرور أغنية، وشدت انتباه سرور أيما شد يعني، وأعجب بالطريقة بتاعت أداء هذا الصبي اليافع.
والحكاية دي أكبر إقبال شديد. عنده شنطة فتح سستته وطوالي عنده رج قام هداه للصبي صبي البوفيه، فكان هذا الصبي البوفيه فيما بعد هو فنان الحقيبة المشهور أحمد محمد يوسف الشهير بأحمد يوسف والفنان المعروف يعني في أغنية أم درمان. أنا أعتقد عبد العاطي إنه المسألة دي بتغرنا طوال الترحال ده، لأنه الجغرافيا حقت البلد ذاتها اتشكلت في أغاني الحقيبة كان عندها وجود، ودي يا خضر بتخلينا نمشي في الضواحي وطرف المدائن. وأعتقد إنه في واحدة من الحاجات إنه في أغنية من أغاني الحقيبة للقضارف على مجارات في الضواحي وطرف المدائن. ايوه تكلمت عن منطقة القضارف ودوره في الحقيبة. منا محمد بشير عتيق في الضواحي وطرف القضارف، يلا ننظر صوف البشير المياريبة في الضواحي وطرف المدائن. وفي الضواحي وطرف المدائن وفي المحاسن حسن المحاسن، دي من الأغاني الحقيبة بتاعت المجارة. والأغاني بتاعت المناطق نادي عنان واتباعه وقفل حوانيت الباعة زهد الدنيا لرفاعة ومن الأسكي لو حلة دمعي للسياب بلة، دي الأغاني بتاعت المناطق الجغرافية في أغنية الحقيبة. ومن عيان النضال البدني شوقي ليه ود مدني برضو ليه ود مدني كلها عن الحقيبة طرقت المدن السودانية. Come on.
احمد الجو الجميل وتوحيد الوجدان السوداني. نجي راجعين لخصوصيه القضارف. القضارف دي مربوطه بالبطانه ارتباط وثيق، والبطانه مربوطه بالمسدار كشعر معبر عنها، اللي هي الناس بيقولوا عليها حسع الرباعيات. لكن تعالوا معاي نشوف قدر شنو في ارتباط بين شعر المسدار وبين غنى الحقيبه. لكن خلوني يا خضر قبل ما اجيك انه نحن نطلع فاصل ونرجع نعاود تطوافنا مع حقيبه الفن كاغنيه وسطيه في ولايه القضارف. المشاهد الكريم كل عام وانتم بخير، اهلا ومرحبا بك، تحيه العيد من القضارف. ونحن نتحدث عن وسطيه القضارف وعلاقتها بالحقيبه كاغنيه وسط. قبل الفاصل كنت قد تحدثت عن المغاربه ما بين شعر المسدار في البطانه وما بين اغاني الحقيبه والعلاقه الوطيده يا خضر في بين هذا بين هذه الاشعار، شعراء البطانه الفحول احمد عوض الكريم الحاردلو، كل هؤلاء تقنوا عاطفيا وتغنوا قوميا وفاخروا وهجوا وغنوا في الحماسه والفروسيه. هذه القيم ايضا موجوده في شعر الحقيبه. فعلا العلاقه وطيده بين المزدار وغنية الحقيبة. اديك مقارنة بين خلي الفرح قال نادي عنان واتباع وقفل حوانث الباع زهد ام درمان سعى الرفاعة. هنا احمد عوض الكريم بيقول رفاعة الرب قافاها البليب طربان وناطحل منه مساق قلبي مخربان فسيق السواق البلدوب شربان بلود بعيدة فوق في بادة العربان ندهت لك رجال التاكة اللي جاهم قواسيك هانت جماع في الجنفل عميق والفرق بك ادانت على في يد مدبور البراتي مبانت. نعم، هو في وشيجة قديمة يروي الباحث الطيب محمد الطيب بيقول انه المنطقة الفنية منطقة الجعليين بالمعنى الفني يعني، ومنطقة وسط البطانة ولحد منطقة القضارف ده بيعتبر مثلث فني واحد يؤثر ويتأثر ببعضه. فكثير جدا يعني نحن أبهاتنا وجدودنا يتحدثون في شعر الحردلو ويتناولون شعر أحمد عوض الكريم، وتجي تلقى في بنفس في مناطق رفاعة منطقة القضارف يتحدثون عن يحفظون كثير من أشعار الطيبة الضحوية. فكأنها عملية الشعر عملية تتناغل بسلاسة داخل هذا المثلث الفني. والحقيبة لعله يعني شعر المربع الحقيبة ذاتها اتكأت في بداياتها على شعر المديح، وشعر المديح اتكأ على شعر المربع القاعد في وسط السودان. فكل مرة يعني زي بتحصل عملية فيدينج باك دي هسه في اتجاهات الآن للمديح رجع ياخذ يتجه منحى حقيبي. وواصل في حديث اخواني انه خلود أغنية الحقيبة سببه إيقاعاتها وكلماتها ولحنها الداخلي فيها على أداء الاستمرارية والخلود، حتى أغنية الحقيبة وصلت إلى 100 عام، وكثير من فنانين الحقيبة غنوا في القضارف، وخاصة كان هنالك زيارة سنوية يقوم بها الفنان الكبير مبارك حسن بركات والفنان الكبير عبد العزيز محمد داود، خاصة في منزل الأستاذ الراحل عمر النور خميس. خلاف مخاطبة أغنية الحقيبة للجغرافيا وجغرافية الوسط اللي بنتكلم عنها نحن الآن دي، أعتقد إنه أغاني الحقيبة برضو وحدت الوجدان السوداني وخاطبت الحس القومي ودعت إلى نزع العصبية والقبلية، وده بينطبق على واقعنا في القضارف بشكل كبير جدا جدا. القضارف ما حقت زول، القضارف حقت الناس كلهم، حقت ناس القضارف. وأغنية الحقيبة الأولى خاطبت الحتة دي، حس القومي، ودعت إلى نبذ التعصب والقبلية، ودعت إلى سودان واحد موحد كبير يسعى الناس كلها. نعم، أغنية الحقيبة وحدت الشعب السوداني، ومن الأشياء
الشتات الحاصل في السودان الآن والحروب. زمان يوسف التني طالب ما بندور عصبية القبيلة تربي فينا دغاين وبيلة وتزيدنا صاحب الوطن العزيز. ثم ثانيا ما في ابراهيم العبادي قال ليه جعلوا الشايق ايه فايداني ما دام الجين السوداني. عندك المبارك ابراهيم زول من جبال النوبة كان بيقدم برنامج حقيبة الفن. دي كلها دليل على وحدة غنية الحقيبة للشعب السوداني. ومن الاغاني جمعت توحيد مثلا من الاسكي لو حل دمع الثياب بله كلها جامعة المناطق بتاعت الجنوب ومناطق السودان كلها في اغنية الحقيبة. اضيف كمان لكلام اخونا خضر، هي اغنية الحقيبة اغنية بتوجه رسالة، وهي مهمومة بهذه الرسالة في مناحي شتى. يعني اغنية الحقيبة اتبنت كثير من القضايا اللي بتبناها مؤتمر الخريجين، يعني حتى القصيدة اللي ذكرها اخونا خضر في الفؤاد ترعاه العناية كان عملوها لما دايرين يعملوا معهد القرش، والاغنية ذات التني قرى النصدة في بمناسبة جمع تبرعات لمعهد القرش، وكثير جدا من مدارس المؤتمر اللي اتبنت بنوها تداعى الاهالي لجمع المال، يعني كانوا في كثير من المسارح والاشياء الموجوده المنتديات الموجوده كانوا يقدموا مغنين للحقيبه يجمعوا هذه التبرعات، كانوا في الغالب بيصاحبوا اصحاب فكره مؤتمر الخريجين، واسسوا كثير من المدارس. الغنى كمان امتد حتى العادات الضاره في مغالاه المهور، تلقى كثير من النصوص لما بقت اخذت شكل الظاهره مغالاه المهور، وكانت بتقدم رساله كبيره جدا. اغنيه الحقيبه اغنيه رساليه. ازيد على كلام الاخوان السبقوني انه اغنيه الحقيبه هي المرحله الثانيه لتوحيد الشعب السوداني. المرحله الاولى كانت دوله الامام المهدي اللي انتهت بسقوط الخرطوم في كرري في 2 سبتمبر 1898، وقامت بدور كبير لأنه التعليم كان ضعيف في السودان وما في كان إعلام ولا اتصالات، يعني هي بدأت قبل قيام الإزاعة 21 سنة، يعني 20 سنة هي وحدت الشعب السوداني. وزايدا التوحيد بتاع السودان جاء من درمان بظهور الحقيبة في درمان زي ظهور الفريقين العملاقين الهلال والمريخ وظهور الإزاعة ثم الجيش السوداني ثم التعليم وانتشاره في السودان، ده ساعد على رفع قدرات الشعب السوداني وإلى توحيده وإلى الاستغلال. يعني أنا ما أعرف، لكن دائما عامل الوقت والزمن بيختار اللحظات الجميلة، لكن التطوى في شعر الحقيبة وفي أغنى الحقيبة أعتقد أنه عاوز أزمان وأوقات وبحث وتفاصيل. المشاهد الكريم، دي كانت محاولة من الجضارف لربط أغنية الحقيبة كأغنية وسط بالجضارف كبلد وسطية شكلت سودان مصغر تمازجت وتلاقحت فيه كل القبائل والسحنات السودانية من غير انتماء إلا انتماء للجضارف الولاية وللسودان البلد الكبير. كل عام وأنتم بخير، شاكرين ومقدرين، وكل عام والجميع بألف خير.
كل مكان حكاية ورواية وقصة. القضارف المدينة تعددت الروايات حول المسمى وحول من نسبت إليه التسمية، أيهم سعد القبطي أم سعد الشكري أم سعد البوادري؟ الحديث عن 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 القضارف بيبقى حديث طويل وحديث كثير جدا. نحن ما دارين ندخل في روايات الناس اللي بيقولوا القضارف القبيرف، بمعنى الزول اللي انتهى من شغلته يمرق من السوق، والسوق ده اصلا هو معروف سوق والدبسين السوق الكبير. وبعد ذاك في ناس تانين يعني بيقولوا قضروف سعد. القضارف برضها ارتبطت يا اخواننا بهذا الاسم. نحن صراحه بحثنا عن هذا الاسم كثير جدا، قضروف سعد، من هو سعد اللي ارتبطت به القضارف؟ لقينا سعد اسم موجود عند البوادرة، هو المك سعد ود المك أقوي، وده كان بيسكن في المنطقة الآن المعروفة بمنطقة سعد البوادرة أو بمنطقة سرف البوادرة. كذلك الأقباط ولهم إرث يعني كبير جدا في القضارف ولهم تاريخ معروف. الأقباط بيقولوا سعد ده هو المعلم سعد بيشوي، والمعلم سعد بيشوي كان بيسكن منطقة عنبسة جاي من هناك، ومنطقة عصار هي معروفة كانت المركز قبل مدينة القضارف، يعني هي كانت محل الحكم وكانت المحل الكبير، يعني فيها حتى أسرة كاشف وأحمد بك كاشف كان هو مأمور القضارف أو حكم دار القضارف. فهم الأقباط بيقولوا سعد ود المك سعد المعلم سعد بيشوي جاء وبنى دكان تحت الجبال دي اللي هي جبال أبايو، وبعد ذاك الناس بيقولوا ماشيين عليه قضروف سعد اللي هي القضاريف، شبهوها بقضاريف الجمال. سعد عند الضباينة موجود، سعد عند الشكرية موجود، سعد عند الشكرية عندهم سعد اللي كان يعني بيكرم الناس بقضاريف الجمال بالقضاريف، فقاموا سموه سعد أو سموه قضروف سعد. وفي سعد حارس السوق، سوق والدبسين. فيبقى نحن يا أخواننا ما نمسك في سعد كثير، نحن نقول يكفي القضارف انها ارتبطت بسعد وارتبط السعد بها، لكن دارين نقول انه هذه الجبال اللي بتلف ويعني تحتوي هذه المدينه في حكمه ربانيه كبيره جدا واسعه، هي حمايه ربانيه لهذه المدينه، وهي تحفظ في جنباتها تاريخ كبير جدا يحتاج الناس انهم يدققوا فيه وينقبوا فيه. نحن دارين نقول وقوفنا الآن هو بداية لكتابة تاريخ جديد، وبداية لكتابة تاريخ يحمل في جواه كل هذه القبائل اللي كانت مترابطة ومتجانسة ومنسجمة في منطقة محددة وقعدت في منطقة محددة، عندها آليات حكمها وعندها سلطات الدينية وأسر الدينية وعندها سوقة وعندها زراعتها وعندها تجارتها. فنحن بنقول يا يعني هذه هي القضارف لمحة أولى في قراية تاريخ يجمع كل الناس، ولمحة تقول إنه القضارف هي سرة السودان، وهي المدينة اللي عرفت بتنوع سكانها وانسجام وتبادل للثقافات حتى في صينية الفطور اللي بتمرق في رمضان. نحن إن شاء الله نقول لكم كل سنة وإنتوا طيبين. انتهى تطوافنا هنا، وكنا ممكن نقيف معاكم في أكثر من موقع ونقيف معاكم في أكثر من مكان، لكن دارين نقول شكرا جزيلا، وإن شاء الله نحن مع المكة متور هناك عندنا وقفة مع هجرة أحمد فضيل للخليفة عبد الله يلحق له في أم دبيكرات برضو وقفة، وهذه الجبال والحلال برضو عندنا فيها وقفات. شكرا لكم وكل عام وانتم بخير. المناطق الجغرافية في عموم السودان ذات البيئات الزراعية المختلفة لها مميزات خاصة بأهلها. في القضارف مثلا عندما يأتي الخريف تنبت
بعض المأكولات الشعبية، وهي لا تزرع ولكنها تنبت نباتا على ظاهر الأرض، يطلق عليها السكان المحليون هنا اسم الهواميك. ما هي الهواميك؟ نتعرف عليها من خلال هذا التقرير. قضارفنا الشهيرة بالزراعة، لكل الناس سيرتها مشاعة، هي الأم الرؤوم لنا جميعا، لنا فيها الكفاية والقناعة، لها شعب على مر الليالي تميز بالمروءة والشجاعة، حباها الله خيرات حسانا وجنب شعبها شبح المجاعة. بهذا التعبير الجزيل يصف شاعر القضارف خليل عجب الدور الهواري عليه الرحمة القضارف وهي تكتسي بحلة الخريف. وللخريف عند أهل القضارف وقع خاص واحتفائية مميزة، فخلاف إنه موسم للزراعة فهو أيضا موسم لخيرات ظاهر الأرض والتي يطلق عليها السكان المحليون الهواميك. لن نقف هنا عند معنى المفردة رغم غرابته، ولكن سنقوص في أعماق عالم يحمل من الدفء ما يشعرك بالحميمية والحنين إلى الريف. الموليتا والتماليكا هذه ليست أسماء لمنتجات العشابين، بل هي نبتة خريفية تنبت مع كل فصل أمطار، وليست لها بيئة زراعية محددة، وتشبه في شكلها إلى حد كبير الجرجير، تجمع يدويا، ولها طقوس في تحضيرها وإعدادها. في القضارف في أشياء مشهورة بين عامة الناس، نحن بنسميها هنا بالهواميك، وهي تشمل الموليتا والتماليكا وعيش الريف والعنكوليب والحميض والتبش واللمتي والبابون. هي بتعتبر لأهل القضارف مهمة جدا في موسم الخريف بالذات، خاصة الموليتا، وهي نبات مر المذاق وحلو المذاق في آن واحد. هي مرة لما تقلعها من الأرض وتزوغها هي شكلها وهي قائمة زي الجرجير، لكن بعد غسلها ونظافتها وغسلها وإضافة السمسم أو الدكوة والبصل والشطة الخضراء تبقى حاجة غير، وما لا يخلو بيت في القضارف في هذه الفترة من الخريف من الموليتا، بجانب التبش أو الدردقوف، بنقول عليه الدردقوف، أيضا بالسمسم أو الدكوة، ودي أشياء متوفرة في مدينة القضارف وفي أريافة. الخالة مريم يوسف والدة كل الإعلاميين بالقضارف قادتنا الصدفة، والصدفة وحدها، لنجدها وابتسامتها المعتادة وهي تعد وجبة من الموليتا والتبش، وكعادتها كل شيء يتعلق بتحضير الوجبة كان موجودا وفي نظام، وحولها الزملاء والزميلات يتحلقون في جو أسري
يمنون النفس بالهواميك. الحمد لله ما شاء الله، يعني خريف لما نجينا بنفرح بيه وبنلم في البيوت ونجيب التماليك وبننظفها والموليت وبنعملها وبنقعد بنعملها سلطة زي السلطة يعني هسي موليت وتبش من التراب بتقوم حبة واحدة بتشتت التراب في الأرض ويلا بنتشر. الموليتة نفس الشيء في الخلا برضه بتنتشر بنفس المستوى، وبنجيب البيت وبننظفها وبنعملها سلطة بسمسم ودكوة وبصل وليمون وشطة وبناكلها عادي، يعني أكلة سمحة ومفيدة والله. ولا يكتمل الجو الخريفي إلا بظهور عيش الريف أو زرة الشامية، وهي تزرع غالبا في المنازل كما العنكوليب، ويقوم أفراد الأسرة على رعايتها حتى أوان النضوج. وعندما يظهر العيش الريف في الأسواق يتخذه البعض تجارة، وتنصب له الأماكن الشعبية التي يتواعد فيها الأصدقاء، فيجتمعون وسنابل العيش الريف تنضج على جمر هادي، وكأن أديبنا الراحل عبد الله الطيب حاضرا وهو ينشد شوينا السنبل النضر على الجمر على الجمر. عيش الريف طبعا له نكهة خاصة، بيتعامل بطرق، يعني بيتعامل على النار، بيتعامل بتسلق حسب ما الزول دايره، وهي يعني قعدات شعبية بيجتمعوا الناس غالبا في البيوت دنيا مطر مطر كابي، بيعملوا العيش الريف ده على النار بيتونسوا بيه. ومن أهم الأشياء كمان هو ذاته حسة التقليدية في الركوبة دي ذاتها كمان نوع من التقاليد، يعني بتجمع أشياء كثيرة عن القضارف وعن طيبة ناس القضارف وتجمعهم وقعدتهم، وعبارة يعني بتنضاف للتراث، يعني من ضمن التراث في الخريف في البلد دي، يعني زي ما الشرك والطير وكده بيكون في عيش الريف. وبتوقع انه طبعا كل خيرات الخريف دي الناس بيحبوها جدا لانها موسمية، ما حاجة يعني مستمرة، وفي فترة الخريف وغالبا بتطلع بين شهر 8 وشهر 9، وبعد شوية لحد ما يفوت الوقت يجي العنكوليب. فنحن بنفتكر انه دي حاجة ربنا وهبنا بها، وزي ما كثير من الناس يقول اللي بيشرب موية النيل لازم يجي راجع واللي بيشرب موية التوتيل يجي راجع، كذلك نحن عندنا البابون ده اللي بياكله بيجي راجع، لكن في الفترة دي البابون ما ظهر، ظهر العيش الريف ده، واللي هو طبعا الاسم الاصلي هو الزور الشامي، لكن نحن طبعا بنستعمله. وبعدين بيستعمل عصيدة، يعني غالبا الناس السكري بيستعملوه بيدقوه وبيعملوا منه عصيدة بينفعهم جدا. ويعتقد أهل القضارف أن محتوى سنبل عيش الريف الذي يشبه الخيوط الدقيقة فيه شفاء لأمراض الكلى، حيث يغلى في الماء ويشرب محتواه. هو بيكون في زي أخدر، ومن جوه لما تنظف الزي بتاعه الفوق الأخدر ده فيه من جوه ليف كده زي زعف، الليف ده يعني يقال انه بيغلوه وبينفع لامراض الكلى، الليف ده لا بيقولوا انه يغلوه وينفع لامراض الكلى، وده دليل على انه فيه فوائد كثيره، والحمد لله وربنا يوفق باذن الله تعالى ويدوي نعمته علينا ان شاء الله. ناس القمر يا عزاز
يا فخر للبلد اعتزاز الليل أمنوا هذه ملامح لبعض من أجواء القضارف الخريفية الشعبية والتي أصبحت جزءا من ثقافة وعادة أهل البلد يتوارثها الأجيال بعد الأجيال، وإن اختلف المكان وتغير الزمان تبقى نكهة الهواميك بذات الطعم والرائحة واللون.